دقة. إذن مشاهدين هذه هي ميلاد, ميلاد التي ولدت من نطفة مهربة رغما عن أنف السجان, وهي الوجه الآخر لنفق الحرية. بداية بما يتعلق بالأسير وليد دقة وبولادة طفلته ميلاد, بالفعل نحن رافقنا كل هذه السيرورة منذ أن ولدت ميلاد, ويعني اتخذنا على عاتقنا نقل هذه الصورة ونقل صورة ميلاد لوالدها.